ورجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل في فقرة كثير مهمة. إذا كنت من النوع اللي يتحكم في قرارات أطفاله طبعا تحت اختيار انه انت ادرى بمصلحتهم وان انت اعلم بمصلحتهم، انصحك انك تشوف هذه الفقره. ليش؟ لان المختصين بينوا انه ينصحون بانه دائما انه تسيب اطفالك يختارون بنفسهم، لانه هذا الشيء يعودهم على المسؤوليه حتى وان فشلوا. خليهم يفشلون، اذا فشلوا راح يتعلمون وراح ينسون الدرس ببساطه. تفاصيل كثير عن هذا الموضوع راح نعرفها مع الاخصائيه الاجتماعيه استاذه دعاء زهران. يا اهلا وسهلا فيك في سيدتي. اهلا بك. في البدايه خلينا نعرف ايش المقصود انه انا اترك لاطفالي مساحه الاختيار ان هم يقررون. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هو دورنا في التربيه من البدايه، اول شيء الاهالي لازم لما يجوا يربوا في اطفالهم يربوا لهم الاستقلالية، يربوا لهم الاعتماد على النفس، يعلموهم الاختيار. الاختيارات تبدأ من البداية في جميع أمور الحياة، لكن إحنا ما نقول له أنت أمشي، لا أنا بوجهه. فهي تبدأ دور الأهل بالتوجيه والتعليم، ما أكون في بدون تجبر أو بدون فرض رأي. صحيح. الآن المشكلة الكبيرة اللي إحنا نواجهها أنه الأهل يحسوا لما يفرضوا رأيهم أنه هو أمر طبيعي. هو مو أمر طبيعي، هو أدي الطفل، أنت علم ولدك أو علمي بنتك إيش الصح والغلط، خليهم هم يحبوا، هم يختاروا طريقهم. صحيح. أفتحوا لهم كل الطرق، وجهوهم ليها، وروهم إيجابياتها وسلبياتها عشان هم يكون اختيارهم بطريقة أفضل. صحيح. مثلا إحنا عندنا أهل يكون الأسرة أطباء، وهذه مرة كثير نلاقيها في المجتمع. فمن يوم ما يكونوا أطفالهم صغار يغرز فيهم انه انتوا حتطلع طبيب، ويكون هو وجهته تماما مختلفه بالالعاب وباللبس بالضبط. هم ممكن يكون هو يحب انه يكون طيار، ممكن يكون يحب مهندس، لكن هم غرزوا فيه وخلاص صار زي الاجبار، انت حتطلع دكتور، انت حتطلع دكتور. صحيح. فهو لما يكون صغير يبدا يتاقلم مع اهله انه هو طبيب، ويبدا يحاول يروح للاتجاه اللي هم يبغوه. بعدين لما يوصل لفترة عمرية بسيطة يشوف أحد غيره أو شيء يبغى يبعد عن هذا الطريق، يكتشف أن هذا مو هو. يس، يلاقي أنه هو ما يلاقي نفسه في الطب. فهو بده يروح اتجاه تاني. فأول حاجة يلاقيها من أسرته القمع، أنه أنت ما أنت شاطر. ليه؟ لأنه هو ما مشي على الشيء اللي هم يبغوه أو عن نهجهم. كيف أنت تطلع شاذ مثلا كل العيلة كلها أطباء وأنت لوحدك في مجال آخر يعني؟ بالضبط. طب هم الناس مو كلهم فكرة واحد، التفكير مختلف، الطموح مختلفة. صحيح. لكن للأسف اللي إحنا بنلاقيه إنهم هم خلاص يقول لك لا، طب إحنا أسرة كلها أطباء، طب أنت طبيب بس مو لازم ولدك زيك، يعني الأم مثلا طويلة مو لازم تطلع بنتها طويلة، الأب مثلا قليل مو لازم يطلع ولده زيه. فهي سمات شخصيات مختلفة. بالضبط. بتفكير بطبايع، فإحنا ما نلزم أطفالنا يطلعوا زيهم، بالعكس احنا نوجههم انه لكل مهنه ايش مميزاتها وانت ايش تحب، انت فين تشوف نفسك. صحيح. وبعد كده في اطفال كمان نلاقي انهم هم ما يعرفوا هواياتهم، ما يعرفوا رغباتهم. صحيح. فدور الاهل انهم يخلوهم يجربوا الين يلاقي نفسه وأراقبه عشان اكتشف ايش موهبته. ايوه، ونخليه هو يختار. مو انا مثلا شفته مثلا رسمه عجبني، بس هو يحب الرسم، بس يحب حاجه ثانيه مع الرسم، فلا انا اسيب له حريه الاختيار. يصير صح. هنا دور الاهل. صح. في اطفال عارفين وجهتهم، في اطفال ما هم عارفين. صحيح. فانا ابدا اختار له المحلات اللي حتوجه طريقه، يعني يروح يجرب في الرسم، ويجرب مثلا في الطب، يجرب في كده زي المراكز اللي فاتحه الان. فالطفل يجرب هو فين يلاقي نفسه. صحيح. لكن ايش هي حدود المساحه اللي لازم الاهل يعطونها للاطفال؟ اوكي، لازم الاهل يعطوا له اختياره الاختيار ويكون بقناعه. يعني مو لازم انا اعرف انه ترى انا لو اخترت الطيران بدل الطب ابويا حيصير ما يحبني، وحيصير يدعم اخواني الاطباء ويفتح لهم عيادات، وانا عن مصروفه ويبدا يعملني كويس، واصير انا ممنوع. صحيح. لا يسفرني ادرس، ما يدعمني، ما يسوي لي ولا حاجه. ممكن توصل لدرجه انه لا تقعد معانا على اكل، ولا نقعد معاك ولا شيء، الا لازم انك انت تحقق رغبتنا. انا اقول لك هي اكثر شيء ايش يصير هم مواضيعهم محدده في اطار واحد، اطار الطب. صح. فلما يصير هم يتكلموا هو شاذ بينهم. صح. فيحس انه ما في حوار بينه وبين اسرته بسبب انه هو اختار حاجه مخالفه عنهم، حاسس انه هو اقل منهم. بالضبط. فهو ممكن يكون انا بالنسبه لي انه هو الطيران حاجه مره فظيعه مختلفه عن الطب يعني. صح. وفيها فن وفيها حاجه مره يعني حلوه. فهذا الطفل او المراهق في هذه المرحله
حيلاقي نفسه انه هو شاد عن اهله، اذا شخصيته ضعيفه فما يبغى يصير نفسه لحاله، يقوم يضطر يروح لهم صح. ويدرس هذه المهنه، وبعد ما يعدي سنين 7 ولا 8 سنين في الدراسه يقول لك اوكي انا طبيب واخذت الشهاده واخذت كل شيء بس ما حمارس مهنتي. صحيح. ايش السبب؟ هو خلاص الان اكتشف ذاته، خرج من تحت نطاق اهله فصار متحكم. طب انت فينك من زمان؟ ايش استفدنا انه ضيع سنين من عمره ما بالضبط. وبنلاقي كثير اطباء او مهندسين او كذا خضعوا لدور اهلهم ايش يبغوا، ولما خرجوا من تحت جناح الاهل اختاروا لنفسهم طريق ثاني مختلف. صحيح. فان احنا ليش نتحكم في اطفالنا لهذه الدرجه؟ بالضبط. ومن ضمن الاشياء الان مو بس المهنه، الاهل من كثر ما سيطروا على عيالهم وابنائهم من هم صغار سلبوا شخصياتهم. بالضبط. فصاروا هم يختاروا المهنه، هم يختاروا الاصحاب، هم يختاروا حتى الزوجه. يعني الأهل في أشياء أتفه من كذا، حتى الطفل هو صغير هو ما يقدر يختار إيش يلبس، إيش يأكل، كيف فين يخرج، ما يقدر يختار. خلاص هم يحددوا توجيهات، هم توجيهات زي مراسم عليا صار في البيت، وهذا مو طريقة تربية. صحيح. إحنا لازم نكون لبقين أكثر. وفي نقطة مرة مهمة حابة كذا أفرق، لما أنا أخلي طفلي عنده استقلالية في حياته، الاستقلالية مو ما هي تمرد، في فرق تماما. الاستقلالية اني انا اوجهه بطريقة صحيحة. بالضبط. اوجهه بطريقة صحيحة، يعني انا مثلا بنتي مستقلة بس انا واثق من قراراتها، واثق من وجهاتها، واثق انه هي ايش تحب وايش ما تحب ما عندها غلط. فانا لما اسيبها هذه اسمها استقلالية. لكن التمرد انه لا انا اتمرد على اهلي، كل شيء ما يبغوه اسويه بطريقه غلط، هذا تمرد. صحيح. وهذه استقلاليه. فالاستقلاليه فعلا مطلوبه من هو الطفل الصغير. يعني مثلا انا اوديه المحل اللي هو اشتري منه ملابسه واقول له اختار. بالضبط. وهذا الصح، انا اوجهه صح. هم في الاول حيختاروا غلط، ممكن اقنع باللي انا ابغاه، يعني شوف هو هذا حلو اللي انت اخترته بس هذا حيطلع لك احلى. شوفي ما اقنعه، ما اسمها اقنعه، لا احاول اعطيله انه ليش هذا افضل وليش هذا أسوأ. بالضبط. يعني اقول له شوفي مثلا اختار اللبس، ايوه بابا هذا لبس بحر، هذا لبس نادي، هذا لبس خروج. صحيح. هذا لبس كذا، وبعدين هذا اللون حلو عليك. ولكن في اطفال سبحان الله الان عشان الجيل اتغير من هو صغير عارف اللون المفضل لي. صحيح. فتحسيه يتجه لهذا المكان، انا ما اغير له. صحيح. ما اقول له لا، انا احاول اقنعه، ولو لقيته مقتنع فيه اخليه، لانه هو مو انا، ممكن انا ما احب اللون مثلا البينك. طب في اهالي تقول لك انا ادرى بمصلحه عيالي، هو هذا الغلط. انا ادرى الناس لو شافوه بلبس مو حلو حيقولوا اهله ما اشتروا له لبس حلو. انا من لما اعلم ولدي يعني ولدي نشأ في بيئه مرتبه. صح. شايف الستايل معين او طريقه معينه في اللبس، هو من فين حيطلع؟ مدهمل حيطلع يشوف اصحابه ولا شيء، احنا حنوجه انه دول اصحاب ما ينفعوا بس بطريقه معينه، انه يا بابا شوف بابا كيف ولا كذا، ما اخليه نفس ستايل ابوه. يعني في اطفال لما تشوفيها تقولها كانها امها بالصغيره. صحيح. الولد كانه ابوه الصغير، طب كذا ما له هويه. لا، الطفل لازم يكون ليه هويه مستقله، عارفه كيف؟ بس بطريقه حلوه، مو طريقه يعني هروب من الاهل او انعزال عنهم. صحيح. لا، انا اعلمه يكون له شخصيه مستقله، لي راي، لما يتكلم واثق، حتى تحسي اسلوبه مو نفس ابوه وامه. ولازم يدرك ان انت في يوم من الايام الاب او الام الله يطور باعمار الجميع بس في يوم من الايام راح انت تروح، وهو ما راح يقدر يسوي ولا شيء في حياته. وهذا اللي نلاقيه او في حياتها كمان، يعني نفس الموضوع بتمارس مع البنات كمان. ما هو هذه من الاسباب الكبيره اللي صارت في الانفصال، لما بيخرجوا من تحت اهلهم، من تحت الجناح اهلهم، البنت او الولد، وهم تربوا داخل الاسره ما عندهم شخصيه تصرف عندهم صفر، كل شيء اهلهم يقولوا لهم سوي اعمل واشتري اتزوج طلق جيب اعمل، لما خرج واستقلوا في بيت ما عارفين يتصرفوا. صحيح. فصاروا زي التايهين. مين بالضبط. السبب؟ الاهل. من لو ترمت في اي موقف البنت او صار لها اي مشكله هي ما راح تعرف تتصرف لوحدها، تحسيها جلست تبكي ولا اخذت تصل على ولا تدور يا بابا تعال الحقني ويا اخويا تعال الحقني، ما ينفع. مين السبب؟ الاهل. أكيد. انا ادلع بنتي وادلع ولدي بس في حدود. يعني الولد لا اجي اقول لا والله حرام ولدي يتحمل دي المسؤوليه بكره وراه يتحمل اكبر، لا ما ينفع. لازم تعلمه المسؤوليه، ولازم تعلمه الاعتماد على نفسه، ولازم تعلمه يختار طريقه، ولازم تخليه يدقدق. بالضبط. بلاش نقول لاولادنا لا 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 حرام خليني اخرجه مثلا اذا تمسك ما هو يقول لك لا انا تعبت في حياتي ما ابغى ولدي يمر بهذا المرحله، خلاص انا عندي الخبره انا اعطيه الخبره. طيب احنا وسط، لا افراط ولا تفريط. بالضبط. لا تخلي ولدك كمان قاعد عالة وتصرف عليه، ولا تخليه كمان مسكين يشتغل حمال، لا. صح. انت خليه يعيش الحال الوسط، انه هو يعرف يسوي بس انت توفر له الوسط في الحياة. يعني لا لما يكون في موقف صعب، الان كثير من التجار بيجي وقت يطيح.
أو عائلته ما بتقدر تستوعب الموقف اللي صار فيه أبوه، فبيصيروا في موقف اجتماعي سيء، في موقف نفسي بطال، مدمرين. ليه؟ وطبعاً الولد أو البنت تعود على مستوى معين، تعودوا على حياة معينة بالضبط. وما تعود إنه ممكن يأقلموا نفسهم على أي وضع تاني، فيصيروا خلاص هم نفسياً مدمرين بالضبط. اجتماعياً ما عاد يظهروا للناس، أو تلاقيهم يصيروا عدوانيين، إنه إيش معنى إحنا طحنا وهم ما طاح، إيش معنى هم صار عندهم وإحنا ما صار عندنا. طب أنت لما كان عندك ما كنت شايف غيرك، صحيح. فهذا دور الأهل الأساسي، أن تعلموا أولادكم وبناتكم يعيشوا كل الأوضاع الاجتماعية وبطريقة صح، وعلموهم الاعتماد على النفس، علموهم يختاروا، ولو اختاروا طاح ما هي مشكلة، ما انتهت الدنيا، يرجع يوقف مرة تانية، وكل طيحة تعلموا عشان يوقف أفضل، صحيح. لأنه إحنا نتعلم من أخطائنا. الإنسان اللي يطلع لحاله لحاله بدون ما يطيح، بدون ما يندق، بدون ما يتعلم، ما حتكون مدرسة قوية لي، صحيح. لأنه اللي أنا أدرسه في الكتب غير التطبيق في الحياة. لكن لو احنا تكلمنا عن بعض الأمثلة اللي ممكن الأهالي يعطوا لأولادهم الحرية ان هم يختاروا بأنفسهم او يقرروا بأنفسهم، ايش ممكن تكون هذه الأمثلة يعني من الصغر؟ اوكي، من ابسط الأشياء انا اخليه يختار مدرسته. حل. يختار يعني المدرسة، يختار المدرسة. يعني دحين انا مثلا ولدي حيدخل كيجي، انا اخذه على المدارس اوريه ايش رايه، خليه يدخل الكلاسات يشوفها، خليه يدخل المبنى يرتاح للمبنى ولا لا، مو انا يكون اختياري. حلو. خليه هو يدخل يشوف يعجبه ولا لا، يدور كم مدرسة، خلي يكون اختيار المدرسة من بداية اختياره هو. طب أنا لو اختار مدرسة ممكن تكون الأهل شايفين أنه هي ما هي مناسبة لي، لا أنا ما حوديه إلا الشيء اللي على حسب مستواي المعيشي، على حسب حلو. قدراتي. عندي مثلا 5 اختيارات، أنا أوديه هذه 5 اللي هي تناسب وضعي أنا، كم أقدر أدفع أنا، إيش المستوى اللي أقدر أحطه فيه، البيئة هذه مناسبة ولا لا، طريقة التعليم مناسبة ولا لا. خلاص أنا حطيت مثلا 5 اختيارات، أروح أوديه هذه الاختيارات. حلو. وهو من هذه الاختيارات اللي تناسبني يختار منها بالضبط. بس بلاش أدخله مدرسة غصبا عنه، وأختار له مدرسة غصبا عنه، وأختار له المنهج التعليمي اللي أنا أبغاه. الآن في مناهج كثير للتعليم، صح. مو لازم أنا أختار، أنا أشوف ولدي إيش يحب. يعني ممكن يعني مستويات الذكاء تختلف، مو معناه ولدي أنا ما مشي مثلا في الرياضيات معناها غبي، صح. لا، هو ممكن ناجح مثلا في العلوم، أو هو ناجح مثلا في التاريخ أو في أي مادة تانية. فخليه هو يختار إيش يبغى يطلع، إيش المواد اللي يحبها، يختار النهج اللي يمشي عليه. إحنا نلاقي الأهالي وخليه يطلع حتى لو طلع شيء مختلف عن العالم. بالعكس، حلو. بالعكس يعني إيش المشكلة؟ يكون لو ثقافة جديدة في بيئتكم. إحنا بلاش يعني معلش، في ناس اختاروا حاجة معينة، ثقافة معينة، وإذا اختلفت الثقافات صدقيني ما يعرف يجاوب. صح. ليه؟ لأنهم هم بيئة منغلقة على مواضيع معينة، وممكن يمارس المهنة هذه اللي أنت تبي يدرسها أو يشتغل فيها، وممكن يكون فاشل فيها، وبعدين حيقول أنك أنت غبي وما تفهم. لا، أنت لو خليته يمشي على النهج اللي يبغاه والخطة اللي يبغاها والاتجاه اللي يبغاه، حيطلع مبدع، حيبدع فيها وحيكون شيء يرفع راسك. لو كل أهل سووا هذا الشيء فعلا كل شخص حيشتغل في المجال اللي هو يحتاجه أو وحيفيد مجتمعه فيه بالضبط، وحيصير إنسان مبدع فظيع. ليش؟ إحنا وعنده أمانة في هذا الشغل طبعا، لأن أنا حبه بالضبط. أنا مو لازم أحب اللي أمي تبغاه ولا اللي أبوي يبغاه، لا، أنا أحاول أرضيهم بس على حسب وعلى مستوى قدراتي، في شيء أنا أبدع فيه. يعني مثلا عندنا الحين كثير مثلا شباب طالعين يحبوا الطبخ، ايش نسمع من الاهل؟ وفي اهالي كثير في انا ولدي حيطلع شيف، طب هو طلع شيف ويعني مو عيب، هو ممكن ياخذ مهنه ثانيه عنده خاصه فيه يدرسها، بس هذه مهنه مو عيب. احنا خلاص نصير مجتمع منفتح، هو حبيبها، هو هذا مستقبله، هو اللي يقرر. يس، انا ما اقول لولدي لا عيب تطلع شيف او تاخذ ماجستير عشان تصير فندقه ايش الكلام الفاضي ده يا جماعه. الدراسه والتطور والعلم مو في تخصص معين بالضبط. ما في شيء حصر، لا بالعكس، المجالات صارت واسعه وكبيره، وانا لازم اشجع اولادي وبناتي انه لا، شوف المجال اللي تحس نفسك انت فيه واطلع. طب وانا ممكن الاهالي يخافون انه ما ابغى ولدي يفشل، ما حيفشل لو انت اخترت له حيفشل، ولو فشل خليه يفشل وما راح ينسى هذا الدرس. ما احنا لازم حنطيح، يعني دول بتطيح وامم بتطيح، ليه هذا الشخص ما يطيح؟ يطيح ويتعلم ويرجع. صدقيني انت كأب او انت كأم اكيد مريتوا بمراحل في حياتكم فشلتوا فيها، ما في ممكن في ناس من اول اختياراتهم مثلا في الزواج قبل ما يجيبوا الاطفال فشلوا في ذا الاختيار، مو معناها الحياه فشلت، لا طبعا. بالعكس، انت لازم تجرب وتختار مره ثانيه وتصحح من اختيارك. هي الدرس اللي ناخده في حياتنا احنا نصحح
نصحح من اختيارنا الغلط للاختيار الافضل، فدائما الزواج الثاني دائما في المعظم يكون افضل من الاول. ليه؟ لان انا تعلمت من الاخطاء اللي صارت. بالضبط. بعد كده لما حجيب الاطفال حتعلم من الدروس اللي اخذتها من الناس اللي حواليا، فكل طيحه وكل عقبه تواجهنا في حياتنا هي درس مهم. مستحيل تنساه او مدرس صعب مهم انك تنساه. يعلمني ويطورني، بدل ما اطلع في 10 خطوات انا حطلع في 3 خطوات بس باتقان، عارف كل خطوه انا طلعتها ايش البوينت الموجود فيها. صحيح. فحاكون مبدع وحاكون ناجح. أكيد. وحاكون مستمر مميز. وما حطيح. صح، لان انا طحت اول، فدحين ما حطيح. دحين لو طحت على تبتين ما حطيح اكثر. صحيح. بس في ناس اللي يطلعوا سريع حيتدرب الدرج من اولها لاخرها وتنكسر رقبته كمان. بالضبط. لكن ده ايش الفرق بين طفل اتربى على انه يختار بنفسه او يقرر بنفسه وادوله اهله، يعني من حظ انه اهله ادوله شويه مساحه حريه في حياته، وبين طفل لا تعود انه اهله دائما يختاروا له واهله دائما يقرروا عنه؟ اوكي، الشخص اللي دائما اهله يختاروا عنه حيطلع شخص ضعيف شخصيه، حيطلع شخص غير قيادي، حيطلع شخص مسير في الحياه. اما الشخص اللي علموه اهله من صغره من الصغر انه هو يعتمد على نفسه، حيطلع شخص ذو مكانه في المجتمع، حيطلع شخص يقود مجتمع ما ينقاد، وحيطلع عنده قدره ولباقه في الحديث، في الحوار، في كلامه، في اسلوبه. حتى لما يغلط ما يحس بالفشل، بالعكس يحس انه انا بتعلم. ليش؟ لانه تعلم من هو صغير يطيح ويوقف ويطيح ويوقف، صح ولا لا؟ صحيح. بس الشخص هذا اللي معتمد على اهله لو طاح مره خلاص تلاقيه جاله اكتئاب وقعد في ركنه ما يقدر يحاول، لانه هو دائما كانوا اهله اللي بيجربوا معاه. صحيح. هم بيجربوا وبيعطوا له الخلاصه، بس الانسان اللي عنده اللي جرب هو بياخذ خلاصات من نفسه. صحيح. ما حد بيعطي له الاكل زي اللي يطبخ وزي اللي يدوق، ما يكون متذوق. لكن الانسان اللي يحب الطبخ يكون متذوق، يقول لك فيها نكهة غريبة. لكن الإنسان اللي ما يفهم إيه أكل طعمه خلاص، فهي هذه الحياة. لكن لو مثلا أهالي بعد هذه الفقرة ربي هداهم ورجعوا للمسار الصحيح، أو حابين يرجعون للمسار الصحيح ويبدأوا يخلوا عيالهم يقرروا، حتى لو هذا الولد لسه مو صغير، يعني حتى لو صار رجال أو حتى لو البنت صار نفسه بنت كبيرة، كيف ممكن يرجع للمسار الصحيح؟ أوكي، أول شيء أنا أقوي علاقتي بأطفالي، بأولادي، ببناتي، أقويهم عشان أحس أنه أنا صاحب. أنا ماني أم، الأم أو الأب ما هم جبروت يا جماعة، بالعكس هم أكبر ساند في الدنيا. أنا لما أحس أنه أنا أهلي طاقة إيجابية لي، طاقة مساندة لي، حعلى وحكبر. يعني أنا اليوم جيت لبنتي اللي عمرها 25 سنة مثلا وقلت لها يا بنتي أنا ما حسك ناجحة في المجال ده عشان إحنا حطيناك فيه، إذا أنت تشوفي نفسك مكان تاني مثلا حضري الماجستير في التخصص اللي أنت تحبيه. حلو. عارفة كيف؟ فتحس البنت أنه ماما إيش بأثر لها، عارفة؟ فلا أنا بطورها، يا ماما إيش رأيك حضري الدكتوراه في التخصص الثاني، أو إيش رأيك تاخذي بكالوريوس ثاني في التخصص. الآن يعني في ناس بياخذوا بكالوريوس في كم تخصص. بالضبط. ما فيها شيء، الإنسان يفضل يتعلم لآخر يوم في عمره، ما يوقف التعليم. صحيح. طول ما أنا أبغى أطور نفسي فما في ستوب. الستوب هي في دمار الإنسان، إذا أنا عملت نفسي ستوب معناها أنا دخلت الدائرة المغلقة اللي بعدها أنا تدمرت. بالطبع. هي هذا. فكل أهل اليوم يسمعونا وحابين يطوروا في أطفال في أولادهم وبناتهم وأطفالهم يبدأوا من النقطة الصح. مثلا أنا أشوف بنتي في المدرسة تجتاز تمشي مستوى معين بس ما وصلت لمستوى صحباتها، ما أقدر أقول أنت غبية ولا ما أقدر أقول أنت ما تفهمي، لا. طب هي هذه مستوى تفكيرها، أنا ممكن بنتي مبدعة في أشياء تانية، ممكن هي متكلمة. بالطبع. ممكن هي قيادية، عندها موهبة مرة ممتازة، عندها شخصية، برغم أنه عندها صحبة مرة ممتازة زي اللي نقول عندهم دوافير. أيه. بس تلاقيها بس كده قاعدة وما عندها شخصية وشخصيتها ضعيفة بس ممتازة في المدرسة. فأنا أبغى أكون بنتي زي ما هي، أنا ما ألعب في تكوينها، أنا أطورها ما أقمعها. صحيح. فبلاش نضغط على عيالنا في دراسة فوق طاقتهم، بلاش نجبرهم على تخصصات مو لايقة عليهم أو ما تلائمهم، وخلينا نكون معاهم داعم ما نكون قامع. بالضبط. عشان يقدر يكون المجتمع ناجح. صحيح. ويعني ويكون الجيل الجديد جيل مطور أكثر مما إحنا كنا. صحيح. إن شاء الله كل الأهالي راح يستفيدون من هذه الفقرة بإذن الله ويبدأون يرجعون للمسار الصحيح. بسلام. الأخصائية الاجتماعية أستاذة دعاء زهران نورتينا اليوم في سيدتي. الله يسلمك. متابعينا فقرة سيدتي باقي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.